حول تنامي نفوذ الميليشيات في العراق وتغولها في الملفات الأمنية والاقتصادية، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش. شيخ فايز، مرحبا بكم. يعني مع اتفاق المراقبين على أن الميليشيات في العراق باتت قوة عسكرية كبيرة، وهو أيضا ما ذهب إليه موقع سترايبس الأمريكي، لكن هنا شيخ، بما تفسر سكوت الحكومة في بغداد عن تنامي قوة الميليشيات؟ ما السبب في ذلك؟ شيخ فايز، هل تسمعني؟ نعم. هل سمعت السؤال شيخ فايز أم أكرره على جنابكم؟ شيخ فايز، هل تسمعني؟ في البداية لأن قناة الرافدين وكاد قناة الرافدين وكل العراقيين الأحرار بمناسبة تأسيس وانطلاق هذه القناة عبر 15 عام، والتي لها الموقف البطولي تجاه محن العراقيين، ولذلك أصبحت مشروع لجمع العراقيين تحت مشروع واحد ومشروع واقعي. أما بخصوص سؤالكم حول الميليشيات، نعم، بكل تأكيد منذ نشوء هذه العملية السياسية بدأت إيران لتعبئة أنصارها في العراق لتكوين ميليشيات عن طريق هذه الأحزاب، وأصبحت هذه الأحزاب وهذه الكتل السياسية جميعها تملك أجهزة مسلحة، وبالتالي وبالإضافة إلى ما بعد 2008 دخلت 2010 دخلت المشروع السياسي، وهي تحمل جناح عسكري مسلح، وأصبحت قوة فاعلة داخل البرلمان وداخل الحكومة، وبالتالي هذه الأمور أفقدت شرعية الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة من السيادة والاستقلال بقرار موحد يجمع كل العراقيين، بل إنما أصبحت إيران هي أصبحت هذه الميليشيات هي التي تمثل المشروع الإيراني ليس في العراق فحسب، بل في العراق وفي جميع دول المنطقة. لذلك استولت على أموال العراقيين وأصبحت ذات ثروة هائلة اقتصادية، وأصبحت مهيمنة على القرار الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية. شيخ فايز، المراقبون لشأن العراقي يرون أن الميليشيات باتت قوة تفوق قوة الحكومة وأيضا تفوق القوات الأمنية، لمصلحة من ذلك شيخ فايز؟ بكل تأكيد لمصلحة إيران، وهذا يعني هذا التفكيك الذي يمارسوه في العراق من خلال دخولهم في قمة البرلمان والسلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء أصبح ذراع ثاني يقوي هذه الميليشيات، بالإضافة إلى أنها تمتلك أسلحة ومعدات عسكرية تفوق مقدرات الجيش العراقي الحالي الموجود، وبالتالي أصبحت هي الوحيدة التي تنفذ مشروع إيران بالعراق وبالمنطقة، ولا يوجد أي سيادة للحكومة العراقية الحالية أو الحكومات التي سبقتها. فقط التصريحات، تسمح إيران فقط بالتصريحات هنا وهناك ودغدغة مشارع العراقيين من قبل الحكومات المتعاقبة باعتبار هناك وجود حكومة، ولكن لا توجد حكومة في العراق حاليا ولا سابقا، بل عندنا السيطرة والسطو الميليشيات والتي أصبحت واضحا تنفذ المشروع الإيراني ومشروع خميني عندما جاء للحكم في عام 1979. نعم شيخ فايز، يعني كما تعرفون قوة الميليشيات تعدت القوة العسكرية من حيث العدة والعتاد، وأيضا يعني لديها قوة اقتصادية لافتة للنظر في العراق. من أين حصلت الميليشيات على كل هذه المليارات لتصنع هذه الإمبراطورية الاقتصادية؟ بكل تأكيد من الوزارات الموجودة ومن الهيئات الموجودة ومن كل مفاصل الدولة، لأن هذه الميليشيات أصبحت لديها قوة داخل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأعضاء يمثلون مصالح الاقتصادية، وبالتالي أصبحت هي المهيمنة كل الأطراف الأخرى على الملف الاقتصادي.
نعم شيخ فايز، الغريب في الموضوع أن يعني الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، هذه الجولة لم تتناول نفوذ الميليشيات بحسب ما صرحت به صحيفة ناشونال انترست الأمريكية. بما تفسر ذلك رغم أن الولايات المتحدة دائما تشكو من تنامي نفوذ الميليشيات في العراق؟ يعني يبدو أن هناك بأنه مصلحة مشتركة ما بين إيران وأمريكا على تقاسم المصالح في العراق وفي دول المنطقة، وبالتالي أمريكا لو كانت لديها المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكان من البداية لم تسمح لإيران بالعدوان على العراق ومصالح العراق الاقتصادية والأمنية السياسية، بل إنما يبدو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران جارة السوء للعراق على تقسيم المنافع وعلى تقسيم المصالح في المنطقة، أصبحت يبدو بأنها سلاح ثاني مقسم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هذه الميليشيات. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاوي، شكرا جزيلا لكم.